السكري ونظيرته الألمانية يرفضان بشكل تام الإجراءات المتخذة لإجبار الشعب الفلسطيني بغزة على التهجير. وزير الخارجية الأمريكي يزور اليوم الضفة الغربية بعد تنبيه إسرائيل لكلفة باهظة تطال المدنيين في غزة. ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يتخطى 23 ألف شهيد، وجيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد قتلاه إلى 520. العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة، نشرة أخبارية شاملة تأتيكم من النيل، والبداية بتطورات الأوضاع في قطاع غزة بعد هذا الفاصل. أكد وزير الخارجية سامح شكري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الألمانية الرفض التام للإجراءات المتخذة لإجبار الشعب الفلسطيني على التهجير من غزة. من جانبها حذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك من اتساع نطاق الحرب في غزة. ما بين العلاقات الثنائية وتطورات الأحداث في قطاع غزة، بالإضافة إلى العديد من الملفات والموضوعات الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك، كان لقاء وزير الخارجية سامح شكري بنظيرته الألمانية أنالينا بيربوك بمقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية. مباحثتنا اليوم سواء كانت الثنائية أو الموسعة ركزت حول الأوضاع في غزة، استمرار الأعمال العسكرية، الآثار الإنسانية المدمرة وعدد الضحايا من المدنيين، موضوع المساعدات الإنسانية ونفذها إلى القطاع، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع الأوضاع بشكل يحافظ على وحدة القطاع والضفة الغربية، والعمل على استعادة الآفاق السياسية المتصلة بحل الدولتين. إن ألمانيا ومصر متوافقين على أن لا يمكن التوصل إلى السلام إلا من خلال حل الدولتين، حتى وإن كان هذا الهدف صعب المنال، ولكن يجب أن نعمل من أجل الوصول إلى هذا الهدف. وزير الخارجية شدد على ضرورة وقف إطلاق النار وتوفير المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة لسكان القطاع. تأكيد أنه المعاناة الإنسانية ل 2,300,000 فلسطيني، عمليات التهجير القسري من شمال القطاع إلى جنوبه، والآن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في الجنوب من استهداف، من قتل للمدنيين بلغت 23,000، تلتينهم من الأطفال والنساء، أمر يتعدى أي مراعاة للقواعد القانون الدولي الإنساني، ويضع عبء كبير على المنظومة الدولية لاحترام القانون الدولي الإنساني. يجمعنا القلق حول المنطقة، هذا ما أكدت عليه زميلي العزيز سامح، أن يمكن يتحول هذا الصراع في المنطقة إلى صراع أكبر، حيث تتسع رقعة هذا الصراع، لا نريد أن يحدث ذلك. وفي نفس الوقت نحن نتفق أيضا على أننا يجب أن نضع حد للمعاناة الإنسانية، العديد من الأبرياء في غزة يعانون، وأيضا العديد من الأبرياء حتى هذا اليوم ما زال موجودين في الأنفاق القاتمة التي تتحكم فيها حماس. من جانبها ثمنت الوزيرة الألمانية الجهود المصرية لإدخال المساعدات لقطاع غزة، مؤكدة أنها ترفض التهجير للفلسطينيين من غزة والضفة الغربية.
ضمن سلسلة اللقاءات والمباحثات والاتصالات المكثفة التي يقوم بها وزير الخارجية سامح شكري لاحتواء الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، جاء لقاء الوزير شكري مع نظيرته الألمانية ليؤكد من جديد على موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ويعيد التأكيد على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المزيد من المساعدات، بما يفتح المجال سياسيا لدعم جهود التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بناء على حل الدولتين. من أمام المقر الجديد لوزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية، أمل صبري، النيل للأخبار. زارت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ميناء رفح البري ومستشفى العريش العام، يرافقها محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة. وشددت وزيرة الخارجية الألمانية على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية بشكل أسرع وأكبر إلى قطاع غزة، مؤكدة دعم بلادها لوصول سريع وكبير للمساعدات إلى المدنيين الفلسطينيين. قال المندوب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور إنه يجب أن تنضم الولايات المتحدة إلى غالبية الدول التي تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وذلك خلال كلمة للمجموعة العربية عقب جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأوضاع في فلسطين. موقف الأمين العام وكل رؤساء المنظمات التابعة للأمم المتحدة، نأمل أن كل هذا الجهد المشترك على كل المستويات أن يوصل إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أن تلتحق بالركب، تلتحق بالعالم جميعا وصولا إلى نقطة وقف إطلاق النار. كلنا منذ اليوم الأول ونحن نعمل ليل نهار على وقف إطلاق النار، لم نصل إلى ذلك الموقف بعد، ولكن أنا أعتقد أنه بجهدنا وجهد قياداتنا والعواصم والمؤتمرات والقمم التي الجائية واللجنة الوزارية العربية الإسلامية بقيادة المملكة العربية السعودية ووزير خارجيتها، كل هذا الجهد المشترك نعتقد على أنه سيساعدنا في الوصول إلى تلك اللحظة، ووزراؤنا سيأتوا في 23 الشهر إلى مجلس الأمن ليطرحوا على هذا المستوى الأعلى الأهداف التي نريد أن ننجزها، وفي المقدمة منها وقف إطلاق النار. يلتقي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم بالضفة الغربية المحتلة ضمن الجولة الرابعة لبلينكن بالمنطقة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر الماضي. وكان بلينكن قد أعلن خلال مؤتمر صحفي من تل أبيب أن الخسائر في أرواح المدنيين في غزة مرتفعة للغاية، وأن المدنيين خاصة الأطفال منهم يدفعون ثمنا باهظا للحرب في غزة، كما أكد الحاجة الملحة لإيصال مزيد من المواد الغذائية والمياه والدواء إلى قطاع غزة. استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنطقة تؤوي نازحين في رفح جنوب قطاع غزة. يأتي ذلك بينما استشهد أكثر من 58 فلسطيني وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على أماكن متفرقة في مدينة دير البلح ومخيم المغازي بلدة الزوايدة وسط القطاع. وفي حصيلة غير نهائية ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر إلى 23,210 شهداء، أكثر من 70% منهم نساء وأطفال. من مرحلة إلى أخرى ينتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي في حرب الإبادة التي يشنها على المدنيين في قطاع غزة، فيما تؤكد فصائل المقاومة تصديها لكل محاولات الاختراق الإسرائيلي وتكبده المزيد من الخسائر. في اليوم 95 واصلت قوات الاحتلال القصف المدفعي والجوي على مناطق القطاع المختلفة، وقصف الاحتلال وسط مدينة خان يونس ومنطقة قيزان النجار جنوبي المدينة، كما استهدف قصف الاحتلال منزلا شرقي رفح جنوبي القطاع
ومنزلا ومركبة في مخيم النصيرات بالوسط، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى. بالتزامن مع إعلان جيش الاحتلال الانتقال إلى ما وصفه بحملة أكثر استهدافا في شمالي غزة واستمرار تكثيف القتال في الجنوب، أقرت إسرائيل بمقتل 9 جنود دفعة واحدة وارتفاع حصيلة القتلى إلى 185 عسكريا بين ضابط وجندي منذ بدء الهجوم البري في قطاع غزة نهاية أكتوبر الماضي. إلا أن فصائل المقاومة الفلسطينية تؤكد أن الاحتلال لا يكشف الأعداد الحقيقية لقتلاه، خاصة مع نشر المقاومة لمشاهد القتال وآخرها ما أعلنته كتائب عز الدين القسام من استهداف قوة إسرائيلية خاصة داخل أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد وإيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح قرب منطقة المحطة في خان يونس كبرى مدن جنوب القطاع، واستهداف دبابة ميركافا بقذيفة الياسين 105. وإلى جانب القتال على الأرض يستمر إطلاق الصواريخ من القطاع باتجاه إسرائيل، وتدوي صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة بشكل شبه يومي. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط آخر في المعارك الدائرة بقطاع غزة ليرتفع عدد قتلاه إلى 520 منذ 7 أكتوبر الماضي. جاء ذلك بعد يوم من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 9 جنود وضباط آخرين في غزة في واحدة من أكبر الخسائر البشرية خلال 24 ساعة في الحرب بغزة. أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا أن قطاع غزة يتحول إلى مكان غير صالح للحياة بعد أكثر من 3 أشهر من العدوان الإسرائيلي على القطاع. وقال المتحدث باسم الوكالة إن غزة هي المكان الأسوأ على الأرض، ويتم دفع معظم سكان القطاع نحو مدينة رفح وسط غياب شبه تام للمساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية. بعد أكثر من 3 أشهر من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أصبح مليون نازح من أبناء الشعب الفلسطيني يعيشون حياة في غاية الصعوبة في مئات مراكز النزوح والإيواء، في الوقت الذي تشير فيه الأمم المتحدة أن هذه الأعداد الكبيرة تحتاج إلى حل جذري لإنهاء معاناتهم المتواصلة، وكلهم بحاجة إلى مساعدات وإمدادات عاجلة، ومن الواجب على جميع المؤسسات الدولية القيام بواجبها فورا. وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا أكدت أن القطاع يتحول إلى مكان غير صالح للعيش. وقال المتحدث باسم الأونروا عدنان أبو حسن إن غزة هي المكان الأسوأ على الأرض، ويتم دفع معظم سكان القطاع نحو مدينة رفح، مشيرا إلى أن عدد سكان رفح وصل الآن إلى 1,400,000 نازح وسط غياب شبه تام للمساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية. من جانبه أكد المكتب الحكومي في قطاع غزة أن محافظتي غزة وشمال غزة تتعرضان إلى مجاعة حقيقية، وهو ما أكدته المنظمات الدولية المختلفة، وحمل المكتب الحكومي المجتمع الدولي والولايات المتحدة إضافة إلى الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن سياسة التجويع والتعطيش في قطاع غزة عموما وفي محافظتي غزة والشمال تحديدا. وفي الوقت الذي تعاني فيه المنظومة الصحية بالقطاع جراء العدوان، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن التدفق المحدود للإمدادات الطبية وإجلاء الطواقم الطبية من العديد من المستشفيات بسبب المخاوف على السلامة تشكل كارثة في قطاع غزة وستؤدي إلى توقف المستشفيات بالقطاع. الأمم المتحدة شددت أيضا على أن وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية هو السبيل الوحيد للبدء في تلبية الاحتياجات الماسة للسكان في غزة وإنهاء الكابوس المستمر الذي يعيشونه منذ أكثر من 3 أشهر جراء العدوان الإسرائيلي. أكدت المحكمة الجنائية الدولية أنها تحقق في جرائم محتملة بحق الصحفيين خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وكانت منظمات إعلامية قد تقدمت بشكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية تحدثت فيها عن جرائم حرب على خلفية مقتل صحفيين خلال تغطيتهم الإعلامية في غزة. ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع قتل نحو 80 صحفيا وإعلاميا غالبيتهم من الفلسطينيين.
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن غارة جوية استهدفت قائد الوحدة الجوية التابعة لحزب الله في جنوب لبنان. وكان حزب الله قد أكد في وقت سابق أنه استهدف مقر قيادة المنطقة الشمالية للجيش الإسرائيلي في إطار الرد على اغتيال العسكري البارز في صفوفه وسام الطويل ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العروري. قلق متزايد إزاء اتساع الحرب بقطاع غزة إلى صراع إقليمي طويل الأمد، فالتوتر الذي شهدته الحدود اللبنانية الإسرائيلية مؤخرا ينذر بعواقب وخيمة. الحدود اللبنانية الإسرائيلية شهدت تبادل القصف العنيف، حيث أعلن حزب الله أنه استهدف مقر قيادة المنطقة الشمالية للجيش الإسرائيلي في إطار الرد على اغتيال القيادي العسكري البارز في صفوفه وسام الطويل ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العروري. وقبيل بدء مراسم تشييع القيادي الطويل غداة مقتله بضربة إسرائيلية لسيارته، استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة في بلدة الغندورية جنوب لبنان. وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام، أوقعت 3 قتلى من حزب الله. كما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن غارة جوية استهدفت قائد الوحدة الجوية التابعة لحزب الله في جنوب لبنان. وفي الوقت الذي زار فيه بيروت في الفترة الأخيرة، مسؤولون غربيون حضوا على ضبط النفس وتجنب حصول تصعيد إضافي بين إسرائيل ولبنان. جدد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تأكيد استعداد لبنان للدخول في مفاوضات لتحقيق عملية استقرار طويلة الأمد في جنوب لبنان وعند الحدود مع إسرائيل. وبحضور رئيس بعثة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل وقائدها العام أرالد راثارو، التقى وزير الدفاع الوطني بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية موريس سليم مع وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة جان بيير، حيث أكد وزير الدفاع اللبناني أهمية الدور الذي تقوم به اليونيفيل، وشدد على أن لبنان يتمسك بهذه القوة ويعتبر أن دورها أساسي لعودة الهدوء والاستقرار بالتعاون القائم مع الجيش اللبناني والمستمر في المجالات كافة. ومنذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلا يوميا للقصف بين حزب الله والجيش الإسرائيلي. ويعلن الحزب استهداف مواقع ونقاط عسكرية إسرائيلية، بينما يرد الجيش الإسرائيلي بقصف جوي ومدفعي، يقول إنه يستهدف بنى تحتية للحزب وتحركات مقاتلين قرب الحدود. وبذلك ارتفع عدد القتلى في لبنان منذ بدء التصعيد على جانبي الحدود إلى 186 شخصا، بينهم 140 عنصرا من حزب الله اللبناني. أعلن البنتاغون أن القوات الأمريكية والبريطانية أسقطت 18 طائرة مسيرة مفخخة وصاروخين مجنحين وصاروخا باليستيا أطلقها الحوثيون من اليمن باتجاه مسارات شحن دولية في جنوب البحر الأحمر. قالت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط إن التصدي لهذا الهجوم الحوثي الجديد تولته مقاتلات F-18 أقلعت من على متن حاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور وثلاث مدمرات أمريكية ومدمرة واحدة بريطانية. وأشارت القيادة إلى أن الهجوم لم يسفر عن أي إصابات أو أضرار. أسقطت الدفاعات الجوية الروسية مسيرة أوكرانية فوق منطقة ساراتوف بالفولغا جنوب غرب روسيا. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أيضا إحباط شن هجوم أوكراني على منشآت في روسيا باستخدام طائرة مسيرة، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية دمرت مسيرة أوكرانية فوق منطقة ساراتوف. من جانبه أكد حاكم المنطقة عدم وقوع إصابات بشرية أو أضرار في البنية التحتية في المناطق المأهولة بالسكان. أعلنت الرئاسة الروسية أن الجيش الروسي سيتخذ كل الإجراءات اللازمة لوقف القصف الأوكراني المتزايد على مدينة بيلغورود الروسية الحدودية. وواجهت بيلغورود ضربات متزايدة خلال الأسابيع الأخيرة، مما دفع المسؤولين الروس إلى إجلاء مئات السكان وتأجيل العودة إلى المدارس.
انضم نحو 50 بلدا إلى الولايات المتحدة بتوجيه الاتهام لكوريا الشمالية بإمدادها روسيا بصواريخ، مطالبين بوضع حد فوري لهذا التعاون. كانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد اتهمت الأسبوع الماضي كوريا الشمالية بإمداد روسيا بصواريخ استخدمتها موسكو مؤخرا لتوجيه ضربات عنيفة ضد أوكرانيا، على الرغم من أن بيونغ يانغ خاضعة لعقوبات دولية على خلفية برنامجيها الصاروخي والنووي. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يعلم بإصابة وزير الدفاع لويد أوستن بالسرطان إلا أمس الثلاثاء بعد دقائق من الكشف عنها للعامة. كانت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون قد أعلنت أن وزيرها لويد أوستن يخضع للعلاج إثر إصابته بسرطان البروستاتا بعدما واجه انتقادات لتأخره أياما عدة قبل إبلاغ البيت الأبيض بدخوله المستشفى. أقرت شركة بوينغ العملاقة في مجال صناعة الطيران بمسؤوليتها عن الحادث الذي تعرضت له رحلة ألاسكا إيرلاينز يوم الجمعة الماضي، وتعهدت بالتعامل بكامل الشفافية في هذا الملف. وشددت بوينغ على أنها ستعتمد على هيئة تنظيم الطيران المدني الأمريكي للتأكد من أن كل الطائرات المصرح لها بالتحليق آمنة ولضمان عدم تكرار هذه الحادثة مرة أخرى. تأتي هذه التصريحات غداة إعلان شركة الطيران الأمريكية ألاسكا إيرلاينز أنها اكتشفت قطعا غير مثبتة جيدا في بعض طائراتها من طراز بوينغ 737 ماكس 9، وذلك بعد 3 أيام من تعرض إحدى طائراتها من نفس هذا الطراز لحادث أثناء تحليقها. ترأس رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار في إطار متابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج. وخلال اللقاء أشار وزير الصحة إلى أن الفئات المستهدفة في هذه المبادرة هم المقبلون على الزواج من المصريين وغير المصريين من الأجانب واللاجئين وملتمسي اللجوء المقيمين على الأراضي المصرية، بهدف الكشف المبكر والحد من انتشار العدوى للأمراض المعدية والحد من عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية في إطار الاستبيان النفسي وضمان السرية والخصوصية والمتابعة والإحالة لتلقي العلاج. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ضرورة التنسيق الكامل بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي وصندوق تطوير التعليم في مختلف الملفات بما يسهم في تنفيذ استراتيجية الدولة لتطوير التعليم. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم رقم 43 بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والدكتور هاني هلال وزير التعليم الفني وعدد من المسؤولين. تنظم الجامعة العربية احتفالية بالتنسيق مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بجمهورية مصر العربية بصفتها الدولة صاحبة مبادرة إطلاق العقد العربي لمحو الأمية، حيث يحتفل العالم العربي في 8 يناير كل عام باليوم العربي لمحو الأمية. للمزيد من المعلومات ينضم إلينا من مقر الجامعة العربية الزميل منذر أبو دوح مراسل النيل الأخبار. منذر، ضعنا في الأجواء لديك. تحياتي إليك بداية ولكم أعزائي المشاهدين. بالفعل تأتي هذه الاحتفالية من ضمن تحركات الجامعة العربية على المستوى الاجتماعي وتنمية المجتمعات العربية على كافة المستويات، وخاصة مواجهة محو الأمية في المنطقة العربية. وتأتي هذه الاحتفالية من ضمن هذه التحركات بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار المصرية من خلال وضع خطط متعددة. نتعرف على هذه الخطط الآن بجانب السيد رضا داود رئيس الإدارة المركزية بالهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار. بنرحب بك يا فندم، عشان الأخبار حضرتك. بطبيعة الحال اليوم وهذه الاحتفالية هناك تحركات بالتنسيق مع الجامعة العربية لمواجهة موضوع مهم خاص بمحو الأمية في المنطقة العربية. ما هي تحركاتكم وكيف هي التحركات الخاصة بالهيئة بالتعاون مع الجامعة العربية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهارده في الاحتفال باليوم العربي المحوي للأمية، وده اليوم اللي اقره اليونسكو اللي بتحتفل بيه المنطقه العربيه كلها في 8 يناير من كل عام. ويمكن وجودنا النهارده بجامعه الدول العربيه بيت العرب بيؤكد تكاتف جميع قطاعات الدوله في معالجه قضيه مهمه هي قضيه الاميه واستشعار الجميع بها، وذلك باستضافه جامعه الدول العربيه لهذا اليوم احتفال بجميع قطاعات الدوله بانجازاتها في قضيه الاميه. ويمكن احنا النهارده بيبقى كشف حساب بالنسبه لنا اكتر ما يكون احتفاليه، عشان نشوف ايه الاليات اللي تم انجازها وايه البرامج اللي هيتم التفعيل فيها مستقبلا. وان شاء الله خلال الفتره اللي جايه يكون هنعول على المجتمع المدني بنسبه كبيره جدا، على اساس ان هو قطاع عريض موجود داخل كل قريه مصريه، وان شاء الله بنامل بانتهاء عام 2030 نكون قادرين على الاميه في مصر او وصولا للصفر الافتراضي. هناك تحركات من الجامعة العربية وأكدت عليها أنه تعليم أو محو الأمية ليس فقط على مستوى التعليم الكتابة والقراءة، ولكن كذلك بالنسبة للمحو الأمية الرقمية. كيف هي تحركاتهم بالنسبة لهذا الموضوع؟ حضرتك فعلا في ظل تغيرات التكنولوجيا المتلاحقه ما بقاش الاميه الابجديه او القضاء على الاميه الابجديه هو الهدف الرئيسي بالنسبه لنا، لكن القضاء على الاميه الرقميه وتنميه قضيه الوعي لدى المواطن المصري. والنهارده بدا في اتجاهات كثيره جدا وبرامج جديده جدا ان انا امحي الاميه الثقافيه والسياسيه والصحيه. يعني احنا عندنا برنامج هينطلق قريبا عن محو الاميه السكانيه وقضيه تنظيم الاسره، واحنا حضرتك نعلم جميعا ان قضيه الاميه وقضيه الاسره وقضيه تنظيم الأسرة قضيتان مرتبطتان جميعا. وإن شاء الله خلال هذا المنهج هيتم تفعيله في 10 محافظات، الهدف منه هو توعية المواطن أو المواطنة المصرية بأهمية تنظيم الأسرة وتوصيل مجموعة من الرسائل الصحية للسكان، وعلى غرار ذلك برامج كتيرة جدا في مجال تنمية مهارات حياتية، إكساب الأميين المتحرمين الأمية مشاريع صغيرة، إكسابهم بعض الحرف والمهن حتى يمكن أن يواكب التغيرات المتلاحقة، ويبقى الهدف منه هو تنمية المواطن أكثر ما يكون محو مئة بجدية فقط. موفقين إن شاء الله. شكراً. كما تابعنا أعزائي المشاهدين بالفعل تحركات الجامعة العربية بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار المصرية، وذلك يصب في مصلحة المواطن العربي من خلال بداية القضاء على محو الأمية في المنطقة العربية، وكذلك الأمية الرقمية والتي تعتبر أساس في تحركات الجامعة العربية في المرحلة القادمة، والتي أصبحت عنصر أساسي في معرفة المواطن العربي بما يحدث حوله ومتابعته لما التطورات الخاصة بهذه الفترة. أشكرك الزميل منذر أبو دوح من الجامعة العربية. وختاما تذكير بأبرز العناوين. شكري ونظيرته الألمانية يرفضان بشكل تام الإجراءات المتخذة لإجبار الشعب الفلسطيني بغزة على التهجير. وزير الخارجية الأمريكي يزور اليوم الضفة الغربية بعد تنبيهه إسرائيل لكلفة باهظة تطال المدنيين في غزة. ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يتخطى 23 ألف شهيد، وجيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد قتلاه إلى 520. والتفاصيل على موقعنا nile.eg. إلى اللقاء.